كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكمان بالعيد الـ50 لحرب 73. المرة دي احنا هنروح مرة تانية في زيارة سريعة لشارع السد البراني في السيدة زينب، حيث استضاف لعدة أسابيع سوق حلاوة المولد. أنا كان نفسي أروح منطقة باب البحر لزيارة المكان الرئيسي لصناعة حلوى المولد بالقاهرة، بس للأسف الوقت ما ساعدنيش، وعشان كده رحت لشارع السد البراني، حيث يوجد واحد من أكبر وأرخص وأقدم أسواق حلاوة المولد في القاهرة. واللهم صلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السنة دي لأول مرة أشوف في سوق السيدة زينب عروسة المولد والحصان التقليديين أكتر من أي مرة مضت، وكانوا موجودين بكل الأحكام وكل الأسعار من 150 جنيه إلى 10 جنيه. منذ التسعينات كان يبدو أن العروسة والحصان يفقدان مكانتهما في مصر أمام غزو العروسة المولد البلاستيكية الصينية. هي حاليا تم تمصيرها وبقت بتتصنع في مصر في ورش. وقتها كان شكلها أحلى الأطفال، وحتى الآن هي الأطفال بيحبوها أكتر خاصة البنات. في نفس الوقت ارتفعت أصوات قلقة على مدى صحية العروسة والحصان وطريقة تصنيعهم في الورش بعيدة عن الرقابة الصحية والرقابة وزارة التموين وكده هوت. بس سبحان الله العروسة وفارسها عادوا مرة أخرى للأسواق، بس هي الأسباب تانية أنا في رأيي، مش بس الاحتفال بمولد النبي وإن ده فولكلور مصري، لأ، هي طبقا للبائع المتجول اللي أنا اتكلمت معه شوية هي الأسباب اقتصادية. في ناس عائلات كثيرة دلوقتي بقت بتستخدمها كمصدر للسكر في وقت أزمة السكر الحالية. العروسة البلاستيك كان سعرها 350 جنيه، ده ما تقيل على فكرة. تاريخ العروسة والحصان قديم متعدد الطبقات زي أي حاجة في مصر. طبقا لمعظم المؤرخين العروسة والحصان ظهر في العصر الفاطمي أثناء الاحتفالات بمولد النبي. طبعا هو في العصر الفاطمي بيقال ان احنا عرفنا حلاوة المولد في الفترة دي. طبقا للمؤرخين في اسطورتين او نظريتين حول ظهورهم. الاولى هو ان في ليلة مولد النبي كان السلطان الفاطمي بياخذ زوجة من زوجاته اجملهن في كامل ثيابهم، وكانوا بيقودوا موكب الاحتفال بمولد النبي، وبسبب جمال زوجة السلطان وجمال الموكب قرر المصريون تخليد هذه اللحظة الفريدة في شكل العروسة والحصان. النظرية الثانية هو أن السلطان الفاطمي الأشهر والأكثر جدلا حكم بأمر الله، أصدر أمرا بأن لا تقام أي حفل زفاف في مصر إلا في ليلة مولد النبي، ولهذا ظهر عروسة المولد ومعها الحصان أو الفارس ونروح لحلاوة مولد النبي اللي كانت بتباع من كل صنف ولون. والحق يقال أنا لقيت الحمصية اللي في ناس كانوا مش طايقينها السنين اللي فاتت، بس فجأة هي اختفت السنة دي وكانوا بيسألوا هي راحت فين. طب ما انتوا قراتي كنتوا بتشتموها، فأصحاب المحلات المشهورة قرروا ما يعملوهاش، بس في نفس الوقت اهو لازالت موجودة بسم الله ما شاء الله. كانت السيدة زين الرغم ان الاسعار هنا كانت ارخص من المحلات المشهورة، الا ان الازمة الاقتصادية على الاقل ده اللي انا شفته اثرت في المبيعات، خاصة مولد النبي السنة دي كان جاي في بداية دخول المدارس، فطبعا كان يعني حاجة صعبة. الاسعار كانت بتبدأ من 65 جنيه الى ما فوق على حسب حجم الكمية وكده. على أي حال كل سنة وانتم طيبين، واللهم صلي وسلم على النبي وكل من له نبي صلي عليه، وإلى اللقاء وإلى موسم جديد وشارع جديد إن شاء الله.